برغم كل حاجة بتحصل انتم الخير الحقيقي في البلد دي، ولما بشوفكم هو ده اللي بيديني قدرة ان انا اعرف اكمل. خلوني بسرعة علشان كل الوقت اللي بيضيع مننا اقول لحضراتكم، البلد دي على مدى 3.5 سنين تقريبا وهي شغالة في كل الاتجاهات، شغالة على محورين رئيسيين، محور الحرب على الإرهاب اللي مفروضة علينا وما اخترناهاش، ومحور إطلاق عملية التنمية. وإطلاق عملية التنمية طول الوقت بيتحارب من اللي بره بإيدين ناس جوه. علشان كده لو قلتلكوا ان تقريبا المشاريع اللي مفتوحة في بلدنا حوالي 4350 مشروع، منها بس مشروعات في الكهرباء والطاقة المتجددة زي محطة كهرباء بني سويف، عندنا محطة توليد كهرباء ومشروع أنفاق قناة السويس، عندنا مشروعات الطريق السريع، عندنا مشروعات كتيرة جدا. لازم ناخد بالنا المشاريع دي ومصر بتطلقها هي بتبقى عارفة كويس قوي هي بتشتغل على ايه، وفي خطة، مفيش حاجة ممكن تتعمل لا صدفة ولا بطريقة عشوائية. علشان كده من فضلكم خلوا بالكم المرة دي البلد ما بتشتغلش خطوة وتأجل خطوة، لأن في كل النماذج السابقة لجمهورياتنا اللي مرت علينا طول الوقت كنا بنشتغل على محطة ونأجل التانية لما نخلص الأولى. المرة دي الصعوبة اللي بنحارب بيها الزمن وأهل الشر وبعض الأصوات عندنا جوه إن إحنا شغالين على التراكين، التراك الأول الحرب على الإرهاب، التراك الثاني ده اللي أنتوا شايفينه قدامكوا، يعني التنمية، يعني نقلة المجتمع المصري من مجتمع استهلاكي لمجتمع إنتاجي. و350 مشروعا قوميا خلال أقل من 3.5 سنوات وفر 4 ملايين فرصة عمل. المشروعات القومية الكبرى: قناة السويس الجديدة، محور إقليم قناة السويس، مشروع 1.5 مليون فدان، المشروع القومي لتنمية سيناء، المشروع القومي لتنمية الصعيد، مشروع الشبكة القومية للطرق بتكلفة 100 مليار جنيه، إنشاء جيل جديد من المدن العمرانية، العاصمة الإدارية الجديدة، إنشاء 77,237 وحدة سكنية في شبه جزيرة سيناء، مشروع هضبة الجلالة والمثلث الذهبي، مشروع تنمية الساحل الغربي، المركز اللوجستي لتخزين وتداول الحبوب، والمشروع القومي للصوامع، والمشروع القومي للاستزراع السمكي بتكلفة 1.7 مليار جنيه، تطوير الموانئ المصرية، المشروع القومي للإسكان الاجتماعي بتكلفة 185 مليار جنيه، المشروع القومي للكهرباء بتكلفة 500 مليار جنيه، حيث تم افتتاح محطة توليد كهرباء بنها بقدرة 750 ميجاوات، وافتتاح محطة كهرباء بني سويف الجديدة بقدرة 2400 ميجاوات كمرحلة أولى، والمستهدف 4800 ميجاوات، وتكفي لتزويد نحو 15 مليون مواطن بالطاقة الكهربائية. محطة توليد كهرباء العين السخنة بقدرة 1300 ميجاوات، محطة توليد كهرباء شمال الجيزة بقدرة 2250 ميجاوات، محطة توليد كهرباء السادس من أكتوبر بقدرة 600 ميجاوات، ومحطة إنتاج الكهرباء من الرياح بجبل الزيت قدرها 200 ميجاوات، وعمل خطة عاجلة تضمنت 8 محطات جديدة بقدرة 3632 ميجاوات في 8 محافظات بتكلفة وصلت إلى 7 مليارات و200 مليون دولار، ومحطة توليد كهرباء جنوب حلوان بقدرة 1950 ميجاوات، والمتوقع دخولها الخدمة منتصف 2018. المشاريع دي طبعا يعني مصر تقف على رجليها وتمتلك الإرادة وتبقى ند، لأن هي قدرت تحقق مفهوم الدولة، الدولة القوية. وعلشان كده أهل الشر مش عايزين الكلام ده، وطول الوقت بيشككوا وبيرموا أسئلة مغلوطة، وطول الوقت لجانهم بتقدر تكتسب البعض مننا، ودايما المسألة بتاخد عندنا مساحات.
خلوني اوريكم نماذج لان الحكايه تستحق. يعني لو قلت لكم ان النهارده وبالصدفه كده واحنا بنشتغل لما نلاقي مجله زي فوربس، وفوربس دي يعني دي الكيان المعني بانه يتكلم عن كل حاجه بتتعلق بالاقتصاد، بالمال، بكل حاجه في الدنيا، لما تقول النهارده مجله فوربس الامريكيه ان مشروع محطات بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، انتوا فاكرين المشروع ده؟ مشروع بنبان ده المشروع ده اللي المفروض تمت الموافقة عليه في 2015 في المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، والمشككين قالوا المؤتمر ده ما طلعش منه أي حاجة خالص. وبصراحة عقل الدولة المصرية كان مبسوط إن الناس تفضل فاهمة كده، علشان الحاجات لازم تفضل متغطية لحد ما تطلع وتقف قدام عينيكو. النهاردة فوربس الأمريكية بتتكلم عن المشروع ده، بتقول على محطات بنبان للطاقة الشمسية في أسوان اللي بتبلغ طاقتها 2000 ميجا وات، انها الاكبر على مستوى العالم. وبتقول كمان انه يعني النوع ده من المشاريع بينقل الاقتصاد المصري في مساحة اخرى. ايه ده؟ ايه ده؟ دي فوربس الأمريكية اللي كانت عن طريق وسطائها في الواقع الاجتماعي المصري بتشكك في كل إنجاز بنعمله، هي اللي تطلع تحط الغلاف اللي قدامكو ده علشان تقول إن البلد دي بلد حقيقية وبتشتغل في مشاريع بجد، وإن المشاريع بتاعتها عملاقة وبجد. يعني الأصوات والدنيا اللي طلعت من كل حتة تقول لنا منين، إزاي طلع مؤتمر فاكس ما بيشتغلش ما بيعملش، كل ده كان من أنواع التشويه والتشويش. يعني إحنا بنحاول نقول كل الأدلة الموضوعية اللي تخلي حضراتكم تبقوا قادرين تشوفوا كويس. طيب لو ده حاجة من الحاجات دي، الدولة دي علشان تقدر تبني صح لازم تنظف الأرض، وتنظيف الأرض يعني الحرب على الفساد، والحرب على الفساد شغالة بما لم نحلم بيه، لأنها شغالة على كل المستويات. طول عمرنا بنسمع كلمة الموظف الصغير يشيلها، يدخل واحد صغير ويشيلها ويعترف ونخلص. لكن الجديد في دولتكم الجديدة بإرادتكم أنتوا إن إحنا بنلاقي مدراء عموم، بنلاقي وزراء، والمسألة طالت الجميع من القضاة لأعلى يعني مراتب الدولة. ده معناه ان الحرب على الفساد حرب جادة، حرب حقيقية، ولا المسألة برضو زي ما كانوا بيقولوها لكم والبعض منكم يبيع ودانه ويسيبها؟ والمرة دي ما هيش جاية من فوربس الامريكية، ده جاية لكم منكم فيكم، لان الخير اللي جواكم هو اللي بيخلي البلد دي تقف على رجليها برغم كل الضغوط وكل قوى الشر اللي بتشتغلوا. علشان كده لو قلت لحضراتكم ان يعني في اطار مواجهة هيئة الرقابة الادارية للفساد وحرصها للحفاظ على المال العام، تم ضبط استشاريين من مكتب ممدوح حمزة للاستشارات الهندسية ورئيس قطاع المراجعة بشركة النصر للتعدين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وده على خلفية حصولهم على مبالغ مالية بلغت حوالي 1,000,000 جنيه. المهم هنا انهم شركتين، عشان السوشيال ميديا لما تشتغل مش بس الاستشاريين بتوع مكتب ممدوح حمزة، لا انا عندي رئيس قطاع المراجعة في شركة النصر للتعدين التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام. وده على خلفية ايه؟ الرشوة اتدفعت ليه؟ اتدفعت على خلفية اعمال تطوير ميناء الحمراوين في مدينة سفاجة. علشان كده بمجرد المسألة ما بقت واضحة بالشكل ده، الميناء ده تطوير الميناء بتاع الحمراوين اللي بيشرف عليه مكتب ممدوح حمزة للاستشارات الهندسية، على طول تم التعامل والنيابة الإدارية دخلت والشغل تم، لأن بيقول أهو وبالعرض على نيابة أمن الدولة العليا صدرت القرارات بتفتيش مقر شركة التعدين النصر للتعدين ومكتب ممدوح حمزة للاستشارات الهندسية. وطبعا إحنا كده في بداية العملية القانونية، بعديها بقى تيجي كل التحقيقات تقول لنا ايه الموضوع. علشان كده من فضلكم قبل لخبطة السوشيال ميديا، الحكاية مش ممدوح حمزة بس، ولا الحكاية سياسة، ده الحكاية حرب على الفساد.
والعملية دي فيها اتنين، فيها شركة النصر للتعدين وفيها مكتب ممدوح حمزة للاستشارات الهندسية. تلاتة، العملية دي بناء على القصة بتاع ميناء الحمروين اللي بيتم تطويره في مدينة سفاجة. لكن ممدوح حمزة ده قصة تانية. ممدوح حمزة مش هو اللي تم إلقاء القبض عليه ولا التعامل معاه، لأن دول المشرفين على المشروع من مكتبه. طيب هل ده بيخلينا ننسى ان في جزء اساسي في شخصية ممدوح حمزة طول الوقت بيبقى فيها حاجات كتير بنكتشفها، زي ما تقدم لنا قبل 25 يناير، الدور بتاعه في الميدان في 25 يناير، الدور بتاعه فيما بعد 25 يناير، دي قصة اخرى. لكن الدولة شغالة، شغالة في اختصاصاتها. دورنا احنا ان احنا ممكن نفتكر كويس قوي، علشان انتوا اللي هتردوا على اللي هيحصل على السوشيال ميديا من لجان اهل الشر اياهم، ان الموضوع مش ممدوح حمزة، وان كان ممدوح حمزة نفسه مش بريء. عايزين تشوفوا ممدوح حمزة مش بريء؟ ممدوح حمزة مش بريء في 100,000 فيديو بالصوت والصورة. قناة السويس تستوعب بوضعها قبل الترعة اللي عملها 80 مركب فيها. حصل حصل 84. طب احنا كان بيعدي عندنا كام؟ 50 مركب متواصل في اليوم. يعني ممكن نستوعب كمان 60% زيادة. طب وال 60% كانت جاية؟ لا. أنا حضرت مؤتمر نيابة عن ابني في 22 ابريل 2012 في لوزان. اسمه انترناشونال كوموديتي تريد. تجارة السلع العالمية. ابني شغل في الموضوع، ما قدرش ياخد فيزا السويسري، ما قدرش. فقال ابويا دافع 2200 جنيه استرليني، اديني نصه وروح. فلقيتها صفقه، روح. كان محور هذا المؤتمر اللي كانت منظماه مجله الفاينانشال تايمز البريطانيه، وكان فيه صحاب اكبر شركات تريد في العالم، في البترول، شركات النحاس العالميه، الالومنيوم، الفضه، شركات البترول، كل الكوموديتي السلع في العالم التوب توب كانوا هنا. كل المؤتمر في 2012 على انخفاض وهبوط التجارة العالمية في الخمس سنين القادمة. ده ممدوح حمزة، وطبعا جنبيه دكتور علاء الأسواني، وانتم أدرى مين الشخصيات دي وايه تاريخها وايه مواقفكم السياسية منهم. لكن القضية شيء آخر، لأن دولتكم جادة وبتشتغل على كل المحاور، والحمد لله إنها مش رامية ودانها لكل المحبطين والكل اللي بيشتغلوا بالحرب النفسية باستخدام الشائعات والتشويه والكذب والمبالغات والفتاوى. لازم تاخدوا بالكم كويس قوي، ما هو علشان المجتمع ده يقف على رجليه، من الأول قلناها احنا محتاجين الثورة الدينية، والثورة الدينية بتتحرك بهدوء. بس انتوا للأسف جزء مننا فاكر الثورة الدينية دي يعني ان احنا يعني نغير حاجات محددة كده بهذا الشكل. خلوني اقول لحضراتكم انه تقريبا خلينا نقول من النهاردة من بكرة مش هيبقى عندنا فتاوى كتير من اللي كانت طول الوقت، لأن زي الهجمة اللي حصلت من الصحافة المكتوبة علشان يبقوا مذيعين، كمان نفس الهجمة حصلت من الشيوخ علشان يبقوا مذيعين. فالمسألة عملت سباق لمن يستطيع أن يتكلم على الهواء أكتر من التاني، مع أن الحرفة في الأساس هو أن احنا نسأل والطرف الآخر هو اللي بيتكلم. علشان كده النهاردة 51 عالم فقط لهم الحق في الظهور على الفضائيات والصحف للإفتاء. مكرم محمد أحمد لن نسمح بفوضى الفتاوى، والإسلام دين رشيد، ويؤكد الأسماء المختارة من العلماء الثقال والمعروفين في الأزهر. طيب احنا كده بنقول بلدنا شغالة ازاي وايه منهجها، بس لازم نبقى واخدين بالنا ان كل شوية بنسمع ان هيكون في افتتاحات لسه لم تنتهي بعد، وربما تكمل معنا حتى نهاية 2017، وان الافتتاحات دي الأقرب حدوثه في الفترة اللي جاية هي الافتتاحات اللي هتكون في محافظة كفر الشيخ. علشان كده أنا عايزة سريعا أنتقل لسيادة المحافظ اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ اللي بينضم لنا بالصوت والصورة، علشان نحاول نعرف هي الحكاية ماشية إزاي. سيادة المحافظ،
اهلا بيك استاذ اماني، واهلا باسره البرنامج، واهلا بالساده المشاهدين. ربنا يخليك. خليني ابدا معاك من حاجه ربما تدخل البهجه على قلوب بعض اهالينا في كفر الشيخ. المعلومات المتوفره بتقول ان هيكون في تسليم لعدد من الوحدات الاسكان الاجتماعي اللي هيتم اثناء زياره الرئيس، واللي لسه مش مقرر هي هتكون يوم ايه بالظبط. لو حضرتك تحطنا في صوره هذه المعلومه، هل ده ضمن الجدول بالفعل؟ هو بالنسبة لموضوع الإسكان، طبعا ديت من الحاجات اللي هي موجودة عندنا هنا في أرض محافظة كفر الشيخ في 2500 وحدة سكنية إن شاء الله مقرر لهم افتتاحهم في أقرب وقت إن شاء الله حسب ما يقرر، بالإضافة لمشروعات كثيرة في الفترة القليلة القادمة. يعني احنا دلوقتي كفر الشيخ فعلا في انتظار فخامة السيد رئيس الجمهورية في غضون الأيام القليلة القادمة في افتتاح مزرعة غليون. مزرعة غليون دي من المشروعات الاستزراع السمكي الصناعية اللي هي موجودة على أرض محافظة كفر الشيخ، نقدر نقول هدية سيد رئيس الجمهورية لأهالي كفر الشيخ، مش كفر الشيخ بس، لجمهورية مصر العربية، لأنها ده مفخرة والدرة من الدرر المحترمة اللي نقدر نفتخر بيها. كل من هو مصري بيعي يعني ايه المشاريع التنموية العملاقة اللي موجودة، هنلاقي احدهم او نقدر نقول من يعني اذا كنا بنسمع عن عجائب الدنيا السبع، فدي من العجائب اللي فعلا المفروض ان احنا نتوقف عندها كثيرا لما لها من مردودات ايجابية كبيرة في مجال الثروة السمكية وفي مجال المشاريع التنموية. في يعني عاوز اقول لحضرتك المشروع ده عمره سنه ونص تقريبا، من سنه ونص ديت لو حكيت لسعادتك على الارض ديت كانت مافيا الاراضي اللي موجوده هناك، البيع عين عينك كده فيها، الارتكاب العديد من الجرائم، الهجره الغير شرعيه اللي كانت موجوده في هذه المنطقه. طبعا وجودها في مساحه 3500 فدان دي مرحله اولى، في مرحلتين تانيين كل مرحلة تقريبا 3500 فدان. لو شفنا ال 3500 فدان الأولانيين دول والمشاريع والمصانع العملاقة اللي موجودة اللي قامت بيها قواتنا المسلحة، اللي فعلا يعني عايز أقول مثال الجد والاجتهاد ومثال للتناغم الغير عادي في منظومة القوات المسلحة في إنشاء هذه المصانع اللي موجوده على ارض محافظه كفر الشيخ، ليها جزء من جمهوريه مصر العربيه، فيها مصانع الاعلاف، مصانع التلج، مصانع الفوم، مصانع البروسيسنج، مصانع التعبئه والتغليف، فيها اماكن للتدريب، فيها اماكن للترفيه، فيها مساكن لاولادنا هناك وللعاملين والمديرين اللي موجودين هناك، فيها احواض سمكيه هايله جدا مع اكتمالها ان شاء الله وبدايه طرح انتاجها مع التطوير الهائل اللي احنا عاملينه في محط في بحيره برج البرولوس 108,000 فدان، دي برضه هتكون محطه افتتاح فخامه السيد رئيس الجمهوريه معاها على طول. دي كلها نقدر نقول انتاجيه كفر الشيخ، بس احنا كفر الشيخ 40% من انتاج مصر مع اكتمالهم ان شاء الله وبدء حصد الأسماك منها، إنتاجية كفر الشيخ هيزيد عن 70% من إنتاج جمهورية مصر العربية كلها إن شاء الله. طيب سيادة المحافظ، كمان يعني المصادر كلها بتتحدث انه اثناء زيارة السيد الرئيس لمحافظة كفر الشيخ هيتم افتتاح عدد من المشاريع عبر تقنية الفيديو كونفرنس، منها مستشفيات وما شابه. لو برضو حضرتك تقول لنا شوية ايه اللي هيتم في هذا السياق. طبعا من ضمن الحاجات اللي هي معدة لافتتاح فخامة السيد رئيس الجمهورية، في عندنا مستشفى الجامعة. مستشفى الجامعة ديت يعني اطلقي عنان حضرتك وقول اللي نفسك فيه، دي من اكبر المستشفيات وافخم المستشفيات اللي موجودة في جمهورية مصر العربية، مش عايزين نقول في الشرق الاوسط كله. فيها كل مقومات كل الأجهزة اللي موجودة، فيها السراير، فيها غرف العمليات، كل الأجهزة التنفس، كل الحاجات دي كلها موجودة في مستشفى كفر الشيخ الجامعي. مستشفى كفر الشيخ الجامعي بعد ما كنا إحنا ما بنعرفش نعالج حد،
دلوقتي بقت في وبنوديها في المراكز في المحافظات المجاوره. دلوقتي بقت بتجي لنا ناس من مختلف محافظات مصر. من بعد صلاه الفجر بتلاقي في زحمه في المرور بيبقى موجود عشان ننظم العمل من بعد صلاه الفجر علشان تكالب السيارات ومن مختلف محافظات ماشي على علشان العلاج عندنا في المستشفى. في برضو 4 كليات موجوده عندنا في الجامعه. في عندنا مستشفى هتبقى محل افتتاح برضو في الفتره القليله القادمه. عندنا مستشفى برج البرولوس، عندنا مستشفى سيدي غازي، عندنا مستشفى بلطيم. 3 مستشفيات دول بالاضافه لمستشفى الجامعه من افخم المستشفيات اللي موجوده في جمهوريه مصر العربيه. هيعملوا على تحسين يعني الثلاثه دول هيشتغلوا على رفع كفاءه القطاع الصحي في المحافظه طبعا وفي الاماكن المجاوره ليها. خليني اسال حضرتك، البعض بيتساءل على ذكر القطاع الصحي. نائب في البرلمان اللواء شكري الجندي كان عنده مطالبه بانه مع الكثافه السكانيه اللي بتتعرض ليها المحافظه مطلوب تحريك مستشفى الحميات ومستشفى الصدر لانهم اصبحوا على الطريق السريع بتاع مدخل المحافظه. عايزين نفهم من حضرتك ليه سياده النائب طلب ده، ومين اللي في ايده ياخد القرار، وهل ده لصالح ابناء المحافظه؟ هو سياده النائب كان كاتب طلب علشان ننقلها لاحدى المستشفيات علشان التكدس وعلشان، لكن احنا دلوقتي مع وبرضه هو سيادته موجود معانا، ما اتفقنا مع السيد وزير الاوقاف في ارض هناخدها منه، هنديله ارض تعويضيه ليها، وان شاء الله العمل ده هيتم فيه ان شاء الله. ده هيتم نقل جميع المستشفيات فيها في المدينه الطبيه الكبيره، وسيادته كاتب طلب بالكلام ده. ان شاء الله احنا هنعمل جاهدين ان احنا ننقل علشان الزحمه اللي موجوده عندنا هنا في المدينه، وهنعمل مدينه طبيه تضم كل مستشفيات كفر الشيخ. عايز اضيف كمان للمنظومه الصحيه، في عندنا مستشفى بيلا، مستشفى بيلا الاعمال فيها تقريبا وصلت ل 50%. في عندنا مستشفى اللين وصل لاكثر من 90%، ان شاء الله افتتاحها يكون او افتتاحهم الاثنين هيكون قريب جدا. في عندنا ارض احنا خصصناها عشان نعمل مستشفى للاطفال، دي هتبقى مستشفى تخصصي للاطفال بس، والسيد وزير الصحه موجود معانا في هذا الموضوع، وسيادته قرر ان نبدا الاعمال فيها. في عندنا مستشفى الاورام بقى لها اكتر من 10-15 سنة ما برضو ما كانش فيه اي تقدم مطلقا. تم اكلها للاستاذ دكتور احمد محي الدين اللي هو رئيس الامانه، وتم تخصيص 100 مليون بالفعل لهذه المستشفى، ان شاء الله يتم العمل فيها. عايز اقول سعادتك المنظومه الصحيه عندنا فيها تقدم هائل. عايز اقول لحضرتك صندوق تحيا مصر والايادي البيضاء اللي هي جابت لنا من اجهزه تنفس لاجهزه غسيل كلوي لمستشفى الحمراء، وعندنا هتبقى مستشفى خاص بالقدم السكري ومستشفى للاطفال. طيب. ومستشفى لاستقبال للطوارئ. في عندنا طيب سياده المحافظ معلش صحيه ان شاء الله احنا بننعم بيها دلوقتي، فترة القليلة القادمة هتكتمل، هتبقى مفخرة في طيب. في أنا بس لما ذكرت بالنسبة لمحافظات مصر كلها إن شاء الله. طيب سيادة المحافظ، لما ذكرت الوحدات السكنية كنت عايز أعرف، علشان إحنا كنا اشتغلنا على موضوع توفير أراضي لأعداد من المتقدمين، وكنا عارفين إن في مشكلة إن يعني في كفر الشيخ ما فيش أراضي كافية يمكن البناء عليها، هل تم حل المسألة دي ولا لسه هي قيد الدراسة؟ لا، وتم حلها بالفعل حل جذري. احنا كان في عندنا 10 فدادين موجودين هنا، احنا بنفضي كل محتوياتها، فضينا تقريبا اكتر من 4 فدادين من 10. بدأ العمل فعلا، في اتصال بيني وبين السيد وزير الإسكان اتصال مباشر، في ناس نزلت عينت، في رسومات، في حاجات على الأرض. في عندنا أراضي خاصة بالعشوائيات تم إزالة جزء كبير منها، 7 فدادين إن شاء الله ديت برضو بنخصصها. عايز برضو أزف خبر من
ده معناه نعم؟ ده معناه ان لسه عملية توزيع هذه الوحدات مش المرة دي. لا مش المرة دي، لا احنا حلينا مشكلة كانت قائمة بقالها اكتر من 10-12 سنة. تمام. عايز برضو من خلال برنامج حضرتك عاوز اقول خبر هيسعدهم كلهم. في كان امبارح بس احنا عملنا بروتوكول مع السيد وزير الزراعة، كل المتخللات اللي موجودة عندنا هنا دي اراضي كانت تقريبا محل اعتداء للاخرين واحنا ما كناش بنستفيد منها، تم حصرها بالفعل، ولجنه نزلت من عند السيد وزير الزراعه بتكليف من سيادته مباشره وتم حصرها بالفعل في تمهيدا لتوقيع بروتوكول في غضون منتصف الاسبوع القادم ان شاء الله. ده هيدينا مساحه كبيره ان احنا هنبني اكتر من 20-30 الف وحده سكنيه لاولادنا ان شاء الله. يعني انا عايز اطمنهم من خلال حضرتك ان شاء الله المشكله ديت هتتحل ومش هتتعمل وحدات سكنيه ومش هنلاقي حد ان شاء الله باذن الله. بشكر حضرتك، هيبقى عندنا وفر كبير ليها ان شاء الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ. والحقيقة خلوني أقول لحضراتكم هطلع فاصل علشان أرجع أشتغل على إيه موضوع بركة غليون، ليه حاجة مهمة قوي. المحافظ بيقول ده عمل كبير، هل يا رب علشان هي أول مزرعة سمكية بمياه ملحة يعني مش بمياه عذبة، وإيه موقعها وإيه أهميتها، وهل ده هيكون سمك للداخل ولا للتصدير؟ أمور كتير قوي وتفاصيل كتير مع أهل الاختصاص بعد الفاصل. بكل الخير برجع لحضراتكم، وسريعا هنروح للأستاذ الدكتور وائل الطراس وكيل كلية علوم الثروة السمكية في جامعة كفر الشيخ. منورني. أهلا بحضرتك. وأسفة خدناك طبعا من مشغولياتك وعارفة أن المحافظة بتستعد. يعني خليني سريعا، ليه بركة غليون يعني واخدة اهتمام كبير قوي وخدت وقت وبقالنا سنة ونص بنتكلم عليها؟ فين الموقع ده؟ إيه خصوصيته؟ اولا هي بدون مبالغه هي من اكبر المشاريع اللي بتتم في على مستوى العالم كله، العالم مش هقول شرق اوسط وكلام زي كده. المساحه اللي بيتعمل عليها المشروع حوالي 20,000 فدان. المرحله الاولانيه اللي هي خلصت كان انتهى العمل على 3,000 فدان. تمام. لسه في حوالي 4 مراحل تانيين هيتعملوا بالتوالي تباعا يعني ان شاء الله. موقعها موقع مثالي جدا، ولكنه كان بيستغل قبل كده في الهجره غير الشرعيه. تمام. الشيء الجميل قوي بقى ان انت بتحلي مشكله وبتعملي فيها تنميه. حلو جدا، شيء مهم جدا جدا. المنطقه بتاع على مثلث ساحلي او مائي. مائي ساحلي ومائي، له عندنا البحر المتوسط وعندنا بحيره البرولوس وعندنا فرع النيل برضه، ففي ثلاث مصادر من المايه للمكان دوت. عندنا مية البحر المتوسط دي بتبقى ملحة حوالي 20%، بحيرة البروز بتبقى ملحتها أقل شوية حوالي 12%، وبعد كده المية العذبة لو حابين بناخد من ده فرع رشيد بتاع فرع رشيد فرع النيل يعني. بالظبط يا فندم. تمام. في المرحلة الأولى بقى إيه اللي بيتم؟ لأنه اللي مكتوب أحيانا بيبقى مش واضح قوي. مدينة متكاملة يعني هو مشروع استزراع سمكي وجنبيه مدينة متكاملة عشان التصنيع والبروسيسنج بتاعة الفيش ده، ويبقى جاهز ان احنا نصدره او للاستخدام للسوق المحلي، فهي مدينة متكاملة. الجزء بتاع الاستزراع هم حوالي تم الانتهاء من حوالي 626 حوض استزراع جمبري، ده مساحته حوالي 50 متر في 50 متر، وحوالي 459 حوض استزراع سمك بحري. وده مساحته بتبقى اكبر شويه، ثلاث اضعاف حوض الجمبري، بيبقى 150 في 50 متر، وبرده حوالي 100 حوض ميه استزراع ميه عذبه. ميه عذبه ده عشان البولتي والحاجات اللي زي كده. طيب ما هو ده هيخليني اسال حضرتك، احنا في مصر متعودين شويه سمك مزارع، احنا متعودين بوري بولتي. تمام. ودلوقتي عندنا حاجات جديده، فهقول لحضرتك اللي فهمته ربما يكون غلط. احنا دلوقتي عندنا الجمبري، عندنا الأسماك البحرية أكيد هيبقى فيها أنواع عالية الثمن باهظة الثمن، وبعدين عندنا الجزء الآخر اللي من المياه العذبة، وده اللي هو مذاق السوق المصري الداخلي.
هو دايما لما بنقول ده غالي او ده سعره اقل ليه؟ لانه ده مش متوفر. فلما بنتكلم على السمك البحري سعره عالي لانه هو مش موجود. احنا بنتكلم على الدنيس قروس لوط، ودول الثلاث انواع اللي بادئين نستزرعهم في الجزء اللي هو الاستزراع البحري اللي هم 459 حوض اللي كلمت حضرتك عليهم كمرحله اولى. فده شيء مهم جدا ان انت بتطرقي باب لم يتم طرقه من سنين قديمه قوي، من زمان قوي ما بداناش نعمل تنميه، ما بداناش نشوف مشاريع جديده، دايما كنا بندفن راسنا في الرمل او بندور على الحلول المسكنه دايما وابدا. انما هو فكره الاستزراع بحري هو شيء صعب جدا، ولكن بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودايما النظره الثاقبه اللي موجوده وانه مش بيخاف وانه دايما بيواجه وانه قلبه جامد، بدانا نقتحم ده لانه محدش عمل ده قبل كده، كله خايف لانه الاستزراع السمك البحري بقول لحضرتك صعب، حتى عمليه التفريخ بتاعه صعب جدا. طب ليه مختلف؟ صعب يعني بشكل صغير دي حاجه بيولوجيه خلقه ربنا انه السمك البلطي ده سهل جدا، بتسيبيه لوحده كده هو بيفرخ لوحده مش محتاج مفرخ يعني وبيطلع كميات مهوله جدا. لما نيجي نتكلم في الاستزراع البحري ده عايز تقنيات عاليه جدا جدا، ودي موجوده في المشروع اللي تم، موجود اكبر مفرخ، يعني هو مفرخ مستوى عالمي واكبر مفرخ موجود في الشرق الاوسط لما اجي اعمل له مقارنه باي مفرخات تانية موجوده. هي إيه الاماكن في العالم اللي بتشتغل على الاستزراع السمكي بالمعنى اللي حضرتك بتقوله ده اللي هو المعنى البحري اللي معنى مميز او مختلف فين؟ الاكثر شيء بيبقى في اسيا وشرق اسيا وفي الصين تحديدا. ده هو اللي بيشتغلوا عليه كما. انما لما نيجي نتكلم كتقنيات او نوع برضه، في تقنيات صينيه وفي تقنيات المانيه وفي في اسكتلندا وفي في كندا، كل دي بيوت خبره موجوده شغاله. لكن انا باجي بقول كاستزراع ان هو بيدور ان هم ينتجوا كميات كبيره، فده التركيز اكتر في الصين، ولذلك كان التركيز برضو ان احنا نستعين بخبره صينيه او تم الاستعانه بخبره صينيه في المشروع ده من ضمن الخبرات اللي بتشتغل. تمام. طيب هل اللي احنا يعني فهمناه ده دي مدينه فهيبقى عندي مصنع ثلج، مصنع تغليف وتعبئه؟ هقول لحضرتك ليه. هقول لحضرتك ليه. هو في بقى احنا عندنا السمك المستزرع ان شاء الله هيكون موجود بكذا نوع. برضو كنت عايز اكمل واقول جزئيه المفرخ البحري اللي موجود ده مهم قد ايه، وانه موجود ليه مركز لتصنيع التغذيه بتاعه الإراقات الصغيره اللي بتطلع، لان هي دي مشكله تفريخ السمك البحري، انه بعد ما افرخ طب هغذيه ايه؟ يعني السمك البلطي ده بيتغذى علف عادي او يعني بيبقى حجمه قليل شويه مفيش مشكله. انما ده ليه برنامج كده وبروتوكول معين لكل نوع من السمك البحري، بروتوكول معين في التغذيه. فشيء صعب جدا ده تم توفيره في المشروع غليون، وما شاء الله عليه يعني، وفي خبرات محترمه جدا موجوده بقياده اللي هو حمدي بدين طبعا، يعني الراجل ده مش بينام بقاله سنه ونص، اللي اتعمل في سنه ونص ده يعني اقل شيء 5-6 سنين انه يتعمل. يا ريت حضرتك تروحي تتفرجي بنفسك الموجوده هناك. سنه ونص دي يعني شيء مستحيل انه حصل، الانشاءات الموجوده دي وحجم الـ الانجاز ده انا ما شفتوش في حياتي. على فكره احنا بنعرض اهو الفيديوهات واحنا مصورين، يعني القناه كانت موجوده النهارده هناك وكده. تمام. يعني هو يعني بقول لحضرتك وقت قليل جدا تم فيه ده كله. في اكبر مصنع بروسيسنج فيش بروسيسنج او هو تجهيز الاسماك على مساحه حوالي 22000 متر، وده على مستوى العالم ثاني مصنع، اكبر مصنع مساحته 22000 متر و600 في كندا. يعني كانوا بيقولوا كنا ده كمان 600 متر. احنا نمره 2 بعد كندا. ده كمساحه وكقوه انتاج، يعني يطلع حوالي 100 طن في اليوم سمك مجهز. وفي حوالي 6 ثلاجات على ثلث مساحه المصنع، 6 ثلاجات دول، وفي 3 انفاق تجميد. دي احلى انفاق تجميد. دي يعني ايه ده؟ احدث تكنولوجيا في تجميد السمك او التبريد، انه بيبقى نفق انه السمك بيدخل على سير في نفق بيطلع من الناحيه الثانيه مجمد. فنحافظ على يعني كل القيمه الغذائيه بتاعته، طريقه صحيه وطريقه صحيه سليمه وطريقه فنيه سليمه جدا. وبعد كده عمليه الباكينج بقى، التعبئه والتغليف اشكال مختلفه جدا. بالظبط حسب الجهات اللي هيبقى، يعني حسب النوع اللي بيشتغل عليه المصنع ده بيشتغل على كل انواع السمك. طيب ده كمان قلقني من حاجه، انه انواع السمك البحري طريقة تغذيتها بقى احنا ضامنين كده طريقة التغذية؟ علشان انا بخاف قوي، انت عارف خبرتنا طول الوقت زمان انه في مشاريع كبيرة بتطلع بس فجأة بنلاقي الناس ما كانتش عارفة الخطوة التانية ايه والخطوة التالتة. دايما 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 احنا متعلمين، يعني عايزين ايه، نتعود على فكرة اللونج راند، يعني احنا دايما نشتغل على مدى بعيد شوية. انا عارف النهاردة الشغل ده هيبان وهيسمع في السوق، لكن مع الوقت هيزيد،
يعني مع الوقت الشغل اللي بيتم ده في تزايد مستمر، ده هيبدا التسميع بصوره مستمره. فدايما ابقى حاطط باصص لقدام ولبكره، ما اجيش ابص اقول ايه ده عمل لي ايه النهارده، ما اجيش اقيمه النهارده. طبعا مفيش اقتصاد كده اصلا. بالظبط، الاقتصاد كله في العالم مفيش حاجه كده. بالظبط. طيب المشروع ده دلوقتي في المرحله الاولى اللي احنا ربما نشوفها يوم السبت، يعني ان شاء الله. إيه الجزء ده بدأ تشغيل الناس فيه وتدريبهم؟ هل العمالة بتحتاج نوع من التدريب؟ يعني انقلني للعنصر البشري اللي دخل. من ضمن انا بقول حاجه، يعني من ضمن الحاجات اللي تم انشائها هناك، يعني قلت لك، قلت لحضرتك مصنع البروسيسنج جه لحضرتك واحده واحده، في مصنع الاعلاف وده برضو مصنع ضخم جدا جدا، يعني قوه انتاجه 120,000 طن علف للاسماك البحري و60,000 طن للجمبري. للجمبري. والاعلاف دي ايه؟ دي الاعلاف هي تركيبات، يعني انا ممكن حضرتك انت بتعملي التركيبه اللي حضرتك عايزاها لكل نوع سمك او جمبري. بالظبط كده، بتختلف نسب المكونات، نسب المكونات بتاعت العلف، لكنه مصنع ضخم جدا وقدره انتاجيه غير عاديه موجوده، عشان بقول لحضرتك يبقى مصنع متكامل. مصنع التلج احنا عدينا من عليه، ده قدرته الانتاجيه حوالي 20 طن في الساعه، 20 طن اسف كل 24 ساعه، 20 طن كل 24 ساعه في اليوم. يعني المصنع التلج ده وظيفته انه يوفر التلج المطلوب لتبريد وتجميد الاسماك، او حتى لو هي هتنزل السوق المصري، او لو حتى بتتحط في باكنج اللي هي الفوم بقى اللي هو معمول له مصنع مخصوص جوه المدينه. هو ده كله ضمن التغليف والتعبئه. بالظبط، مصنع مستقل لان دي تقنيه حديثه شويه، العلب الفوم حاجه محترمه جدا، وانها تقدر تحتفظ. يعني احنا بعد كده هنشوف على الطرق السريعه التلاجات اللي مكتوب عليها بركه غليون اسماك برغ يعني خلاص هنشوف احنا الحاجات دي. ده موجود زي زمان كده ما الذاكره كانت بتشوف اسماك بحيره ناصر اللي اختفت. موجود انتاج موجود. طيب الطاقه البشريه ما سمعتش. الطاقة البشرية هو المستهدف في المشروع انه هيشغل حوالي 15,000 فرص، او هيوفر 15,000 فرصة عمل، ده على المساحة الكلية. بدأ دلوقتي في ناس شغالة هناك اوريدي وكذا، ويعني وكان الجديد منها برضو، بس دي نقطة تانية عايز ادخل عليها بعد شوية. يعني أول مرة خريجين من كلية علوم الثروة السمكية وكفر الشيخ يشتغلوا في المشروع. عايز أسمعها عشان وقتنا معلش. كلية علوم الثروة السمكية وفي جامعة كفر الشيخ، هي كلية جديدة في تخصص جديد. دي كانت توجيهات يعني شبه مباشره من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعليه تفضل الاستاذ دكتور ماجد القمر رئيس الجامعه، وخد على عاتقه انشاء الكليه دي. بناها طوبه طوبه بفكر راقي جدا وفكر محترم، وبشراكه وخبرات بيوت اجنبيه انجليزيه من اسكتلندا ومن المانيا. حلو. الحمد لله بقى عندنا خريج محترم جدا، تخرجوا السنه دي، جزء كبير منهم اشتغل في بركه غليون، موجودين في بركه غليون، موجودين اوريدي. ايوه، وتباعا، يعني وتباعا الاعداد هتزيد، لان هو 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 الفكره هي فكره تنميه شامله. ما هو احنا المفاجاه بالنسبه لنا الجميله، يعني اللي عايزه المصريين يحسوها، ان المجتمع النظري طول عمرنا الجامعات ما بنحسش ان هي بتخدم الواقع الاجتماعي المحيط بتاعها، المشاكل الموجوده على ارض الواقع. بالظبط. فانا بالزبط. دلوقتي عندي شباب هيتخرج، بدل ما يطلع هجره للمدن الرئيسيه زي القاهره واسكندريه، هو بقى عنده شغله، هو ينمي بالزبط. مجتمعه. بالظبط، ده شيء مهم جدا. وان انا اطور، انا بروح كفر، يعني انتاج مصر من الاسماك حوالي 1,600,000 طن، من ضمنهم 1,400,000 دول استزراع سمكي، نصهم بالظبط موجودين في محافظه كفر الشيخ، والناس دي شغاله بقى في استزراع المياه العذبه بطرق بدائيه جدا، يعني عندهم المشاريع دي قائمه من سنين وبينتجوا الانتاج ده وبطرق بدائيه. فلابد من وجود بيت خبره محترم في محافظه كفر الشيخ. هي بركة غليون دي تبعد عن المحافظة قد ايه؟ يعني عن هي في نطاق محافظة كفر الشيخ، مركز مطوبس في شمال المحافظة، مثلث البحر المتوسط مع البحيرة، وفي فرع من النيل معدي جنبها. طيب ده كويس قوي، يعني في شمال المحافظة على البحر المتوسط. طب عايزة بس معلومة صغيرة كده، كفر الشيخ من المحافظات اللي هي في قلب الدلتا، وبالتالي عندها طبيعة خاصة في أراضيها، وفيها نسبة ملوحة عالية، عشان كده هي بتزرع رز كمان كتير، لأنها بتروي بالغمر. وممكن بتوع القاهره ما يبقوش فاهمين كتير الكلام اللي احنا بنقوله ده، فلازم بتغسل، يعني الميه اللي بنروي بيها الحقول هي بتغسل التربه عشان تقلل الملوحه. هل المساله دي كان ليها علاقه باختيار المكان والشغل على ده، بان احنا نستفيد منه في مساله الاسماك؟ بالتاكيد ده احد العوامل، لانه برضه في نوع من انواع زراعه الاسماك في زراعه الرز، ولكن دي بتبقى في الشهور اللي فيها الرز بس، حوالي من 3 شهور او 6 شهور بتوع زراعه الرز، دول ممكن يحصل فيهم زراعه سمك في اراضي الرز. لكن كفر الشيخ تميزت في الاكثر من كده، يعني
يعني هي كانت بداية الصيد أو فكرة الصيد هي بحيرة البرولوس. اه طبعا. ومع الوقت بدأ يبقى في مشاكل. عايز اسألك يا غليون دي يعني ايه؟ هو انا ما فهمتش الحقيقة. لا 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 هو ما حدش اختار لها اسم، وهي اسم المكان ده كده. اسم المكان؟ اسم المكان، اسم المنطقة. ايه وانا بحاول اذاكر الكلمة دي يعني اكتشفت مش عارفة ده صحيح ولا لا، انه الاسم ده متاخد من شكل قديم للفلوكة، فيمكن علشان جميل. هي على اماكن ميه. ما هي المنطقه كلها منطقه صيد يا فندم، يعني ما هي جنبها ايه قبليها عايزين نتاكد عشان ما ينفعش نقولها. لا 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 لا، لا مظبوط، هي المنطقه كلها منطقه صيد. لكن هي المنطقه دي كانت منفذ زي ما كنا بنتكلم قبل كده للهجره غير الشرعيه. بالظبط كده. والدوله بتسد المنفذ بالتنميه. هي مش بتسدها بالعافيه، ده بتعمل تنميه. ايوه ما هي بالتنميه. ده بتعمل تنميه، ده شيء محترم جدا وشيء جميل قوي يعني. أيوة طبعا ده شيء يحسب للحظه اللي احنا بالزبط. يعني بنعيشها. عايزه تعليق سريع كده، انتوا بتستشعروا طول الوقت كان في احيانا شعور عند بعض المحافظات ومنها كفر الشيخ انها مهمشه، انها مش موجوده على الخريطه قوي. دلوقتي حاسين ايه بشكل سريع؟ بالعكس يعني ده اهم دور يعني في الفتره الاخيره ديت موجود في محافظه كفر الشيخ وجامعه كفر الشيخ. يعني احنا اتكلمنا على مشاريع كتيره وما اتكلمناش على جامعه كفر الشيخ. الحقيقه انتوا خدتوا حقكم في برنامج بين السطور جامعه كفر الشيخ يعني. يعني دي واجهه مشروخه جدا، واجهه مشرفه جامعه كفر الشيخ، ويعني مقدمه خدمات جامده جدا جدا. وانا لا ازعمك مش شيك مني بتقابل جامعه كفر الشيخ، يا جماعه حضرتك اتفضلوا زورونا. انا بروح جامعه كفر الشيخ يوم السبت هتبقوا عنوان دارس في كل الشاشات. هي كلمه اخيره بختم بيها، جامعه كفر الشيخ بالدكتور ماجد القمري هي الجامعه الاولى في الشرق الاوسط. طيب خليني اشكرك شكرا جزيلا. الاستاذ الدكتور وائل الطراس وكيل كليه علوم الثروه السمكيه في جامعه كفر الشيخ. شكرا يا فندم. ومبروك يعني مسبقا. خليك معنا شويه علشان انا كمان اختم. خلوني اقول لكم انا مبسوطه انه اخر حلقات الاسبوع بنوريكم الحكايه من اولها لاخرها، المسطره بتاعتكم والبوصله في ايديكوا انتوا، واحنا ادوات الفرز، والحكايه بقت على المكشوف، احنا لها واحنا اللي هنعدي بينا وبيها. الى اللقاء.